انا هاد المحطه ديال التحسين ما غنهضرش عليها من جانبي كرئيس عصبه ديال الدار البيضاء سطات، يمكن نتكلم فيها من بعد كرئيس الجامعه. حنا اليوم في الجامع العام ديال 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 الجهه ديال الدار البيضاء سطات، اللي هي اكبر جهه في المغرب واللي تتحتضن تقريبا نص ديال الانديه وديال الجمعيات والمنخرطين في الجدول المغربي. العمل في العصبه ماشي هو العمل في الجامعه، متركز بزاف على توسيع القاعده والتنشيط الرياضي، وكاين كاين واحد العمل على لو جودو دو كومبيتيسيون ديال السبور. بالنسبه لتوسيع القاعده خدامين جميع المناطق ديال الدار البيضاء ديال جديدات سيدي بن نور سطات محمديه، وعندنا واحد العمل اللي خصوصي في الجهه هو العمل مع بحال الخيريات وبحال واحد عدد المؤسسات يتكلفوا بالاطفال ولو سامي سوسيال ديال الدار البيضاء. هذا عمل جديد اللي بدينا هذه السنين وبدا يعطي الاكل ديالو. عندنا واحد العدد ديال الخيريات لا في بوزنيقه لا في الدار البيضاء لا في محمديه لا في جديده، اللي اليوم الجامعه تدير فيهم التنشيط الرياضي ومنهم بداوا ينضاطقوا واحد العدد ديال الابطال. بالنسبه للعصبه ديالنا اللي مهم هو بالنسبه للتسيير ديال الجمعيات، عرفتوا بان القانون تبدل وبان القانون ديال الجمعيات تبدل، والعصبه تتحاول تواكب الجمعيات باش يبقاو فيما هو في الاطار القانوني يكونوا في اجور بالنسبه للوزاره بالنسبه للاطار القانوني. ومن غير هذا الشيء كاين اربع سنين شفنا فيها بزاف ديال التكوينات، واحد العدد كبير ديال المؤطرين ديال الجهات تكونوا لا في التدريب ولا في بالنسبه لي زونترينور ولا بالنسبه للحكام. من غير هذا الشيء كاين واحد العمل ديال لي سونتر اللي تابعين للجهه، وسكون ابل حنا لي دوجو. كان عندنا دوجو واحد ناسيونال في الدار البيضاء، وصلنا ثلاثه ديال لي دوجو اللي تيعملوا فيهم الاطور ديال الجامعه. هو كاينه كونتينيتي، كاينه كونتينيتي بالنسبه للدار البيضاء. حنا اللي من المسائل اللي تنطمحوا لها هو يكون وجوه جداد في التسيير، تنواكبوا حنا في المكاتب لا اللي كان ولا هذا اللي جاي. كاين عدد ديال الشباب ناس جيدو اللي تنوجدوا من التسيير هذه العصبه، ومن بعد علاش ماشي بالنسبه للجامعه. بالنسبه للجامعه هذيك محطه اخرى، جهه الدار البيضاء لابد ما تقول كلمتها، لان بالنسبه للمكتب المديري الجاي ديال الجامعه والاطور ديالها جميع مكونات، لا المسيرين لا الحكام لا المدربين لا الجمعيات، عندهم كلمتهم بالنسبه كما قلتي انت لا كونتينيتي ديال الجامعه. ولكن نقولوا حنايا لو ديفلوبمون اللي دار خصنا نديروا التقييم ديالو، وغنديروا التقييم ديال هاد الشهور اللي ناجيه، ومن بعد خصنا نديروا دي زاك استراتيجيك بالنسبه لذاك الشيء اللي جاي من بعد الجامعه ان شاء الله. ما غاديش نقول كاينه صعوبه، ما يمكنش نقولوا الا بقينا غنبقاو ديما نقولوا ما كاينش. حنا تنظنوا بان الجيدو دار العمل ديالو. حنا من لي زاك استراتيجيك اللي كانوا عندي كرئيس جامعه فاش جيت هو ما هو في الموارد نكبروهم، كبرناهم، غيبقاو ديما الان، لان انت تشوف في هذه الجائحه الجمعيات متضرين، الابطال متضرين، المدربين متضرين. الى حيدنا الجائحه الجامعه دارت واحد الخطوه كبيره في الموارد الماليه ديالها. الشكر للوزاره الوصيه، الشكر للجنه الاولمبيه، والشكر ديال المنخرطين والاطور ديال الجامعه، والشكر للاتحاد الدولي اللي واكبنا هذه الاربع سنين باش الموارد الماديه تكثر. غيخصنا اكثر، ولكن نقدروا نقولوا بان التطور ديال الرياضه ديالنا غادي مع التطور ديال الموارد الماليه. الله يبارك فيك. اليوم ان شاء الله غيكون عندنا الجمع العام ديال العصبه ديال الجهاد ديال الدار البيضاء الكبرى اللي تضم جميع المدن التابعه للجهه. وكذلك اليوم غيكون ان شاء الله انتخابات ديال قسم التاريخ باربع سنين. اليوم ان شاء الله غيكون انتخابات، وتنظن على ما تنشوف الاجواء ديال الجهه ديالنا، الناس منظمين، الناس تيبغيو السيك الثاني، وكنا داير يد في يد في بعضياتنا، وخدامين لجنه عامه ديال الجيدو، فهمتي؟ وهذه تنعتبروها اكبر ليغ اللي هي في المغرب، لا من ناحيه العدد ولا من ناحيه الاطور ومن جميع النواحي اللي تضم هذه الجهه. تنتمنى ان الجو ديالنا تاع اليوم غادي يكون واحد الجو اللي هو اخوي ورياضي وعائلي، لان الجيدو تنعتبروا حنا عائله ديال الجيدو، ماشي غير على الصعيد الوطني، على الصعيد الدولي. ملي تقول على ان الجيدو كما تمشي للمطار تيقول لك الجيدو تحتي يحترمك، تقول سيدي مي ريسبي وتفضل، انت تعرفوا ان الجيدو تيتعطوا للناس اللي في المستوى العالي،
وكنتمنوا على ان كيف قلت لكم يكون هذا الشيء في المستوى العالي، والاجواء ديالنا غتكون انا ميقن وطمن على ان بحال دائما هذه عصواني دائما حنا تنتعاملوا معها بطريقه زوينه وكل واحد تيدير المهام ديالو. و دابا تنوب على السي الكتاني اللي هو رئيس العصبه، نتمنى ان شاء الله ترجعوا وتاخذوا مع الكلمه ديالو. شكرا شكرا على القطاع هذا واحد قيدومي هذه الرياضه. هل تعتبرون الجمع العام ديال اليوم هو جمع الاستمراريه؟ فعلا هذا جمع عام اللي كيجمع المنطقه ديال الدار البيضاء سطات، جمع عام لتقييم ما انجز و وبرمجات المستقبل. ونظن ان العصبه عصبه الدار البيضاء سطات هي من اكبر العصب، لا بالنسبه للعدد ديال الانديه لا بالنسبه للمنخرطين، وعصبه الدار البيضاء دائما كانت كتعطي الابطال الى اخره. والاجواء اجواء رياضيه ان شاء الله، والناس ناس واعيه بالنسبه للجيدو، لا بالنسبه للعصاب لا بالنسبه للجميع، الناس واعيه، الناس اللي غادي تعطي دير الانتقادات ولا شي حاجه ديرها بواحد هذه، والناس كتقبل وهذه، واللي خصها تصحح تصحح، واللي راه غاده مزيانه رانا نزيدوا فيها ان شاء الله نزيدوا فيها. صافي شخصيا فيما يتعلق بالانتقادات، فالانجازات ديال الجامعه تتكلم عن نفسها. بطبيعه الحال الانجازات والعمل اللي كتقوم به الجامعه 12 عصبه ماشي سهله، تغطي المغرب كله، يعني انه الجامعه قائمه بالشغل ديالها رغم هذه الجائحه اللي وقفت بعض الانشطه ديالنا، ولكن احنا ارتئينا وخدمنا عن طريق الفيديو كونفرنس، ودرنا التدريب للتحكيم، التدريب المدربين للبطوله ديال الكاطا. انا اشتغلنا بهذه الظروف اللي كاينه، والحمد لله عطات الثمار ديالها، والناس خدامه، ونتمنوا التوفيق للجميع. شكرا. انا بالنسبه انا عضو في الكاتبه العامه ديال العصبه، نقدر نقول لك انه بالنسبه لدابا راه ما كانش شي تدريب في هذه الجائحه هذه، ولكن بالنسبه للمشاركه ديال المغرب في بطوله افريقيه كانوا نتائج مشرفه، هذا الشيء بالنسبه لهذا العام هذا. و صديق هذا الشيء كيرجع للتاريخ ديال الجودو النسوي ولا الذكوري في عندنا، التاريخ ديال النسوي راه معروف من شحال هذه. ولا غنهضر لك على بالنسبه للتحكيم ولا بالنسبه للسير، فعندنا بالنسبه للنساء كاين مسيرات على الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي، ماشي مشكل عندنا في المشاركه ديال الاجواء اللي كيدور فيها هذا الاجتماع ديال العصبه الجامعه. هذه العصبه هذا الجمع العام ديال العصبه ديال اليوم، دونك غادي نهضروا على التقرير الادبي والمالي، دونك غنهضروا على التظاهرات اللي كانوا عندنا، دونك غادي نتحبسوا غير حدنا التظاهرات اللي كانوا قبل الجائحه قبل شهر فبراير. دونك كان ذاك البرنامج اللي كان مسطر تحترم، وداروا الدوريات وداروا التدريب ولي ستاج داروا بالنسبه للتحكيم ولا للتدريب، ومن وراء الجائحه كان داكشي على الان تباعد. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.